السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وفقنا الله تعالى أننا نقدم لكم واحد الميزة عقارية، صالون سيجر 3 غرف ديال النوم، ثمن جد مناسب. هذا هو الصالون، نسى اللحظة ونقص معه سيجر عندك الكليسة هنا، شقة اللي هي مستعملة نسميها دوزيامنا، من هنا تيجينا صالون راه تبارك الله راه مساحة كبيرة، وهنا كما ذكرنا السجن، وعندنا 3 غرف ديال النوم. الثمن ديال هاد الشقة 33 مليون فقط، نعم 33 مليون، والموقع ممتاز على الطاكسيات ديال البساتين. هنا الغرفة التي نسميها الغرفة رقم 1، مساحة كبيرة عندها إطلالة على الشارع، الدار تبارك الله كاملة ضاوية ومشي مشى. للأسف ما لقيناش الإنارة ديال المصابيح وما لقيناش الإنارة باش نطلعو الريدوات باش تبان الشقة في الإنارة ديالها، لأن تبارك الله راه ضاوية مزيان. هذا المطبخ بيان إيكيبي، الكوزينة فيه معودة كاملة، هذه البلاصة ديال الثلاجة، لي بلاكار إم دي إف الفوق والتحت. هذه ميزة عقارية سعدات لي تكون من النصيب ديالك. عندك هنايا صالة مونجي، هذه اللي سميناها الغرفة رقم 1، وهنا عندنا الغرفة رقم 2. الدار تبارك الله راه كاملة ضاوية ومهوية، الناس اللي عندهم الوليدات وتيقلبو على 3 غرف هي الميزة ديالك. هي هادي الموقع حي البساتي، الغرفة رقم 2 فيها لي بلاكار الفوق والتحت، وهنا دي لقاو الغرفة رقم 3. حاولت انني نكون سريع في الفيديو، ما بغيتش نطول عليكم، ما بغيناش ناخذ في 10 ولا 12 دقيقة، يعني نقتصر على الناس الوقت، ما نضيعلهمش الوقت في الفيديو. الناس اللي مهتمين بالعقارات في المدينة نتاع مكناس فقط يكفيهم المشاركة في القناة، يخليونا كومونتير تحفيز للمجهودات اللي سنقوموا بها باش يستافدوا من جميع العروض العقارية، باش حنا نتشجعوا ونقدموا لكم جميع الميزات العقارية. هنا بقينا الحمام اللي هو هذا، هو راه كامل تقريبا معاود، للاسف ان الاناره ما كايناش حتى لاباري تقريبا ديسارجات. هذا راه فاسك كومبلي، وعندنا غادي نحاول انني نحط لكم الصوره ديال الدوش اخر الفيديو، لان فيه ما يتشاف فيه حتى بالنسبه للرشاش ديالو اللي تيجي كومبلي. فكان معكم أخوكم إبراهيم، ما تنسوناش بالدعوات، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.